ولا واحد نظن ولا واحد كان ينتظر انه شباب قسنطينة مع كل وش صار قبل بداية الدوري وفي التحضيرات وكل الهزات اللي ضربت النادي بطبيعة الحال لم تكن يعني صعيبة كانك تخرج من كل وش صار. يعني اكيد نظن عندكم بعض المعلومات، لكن احنا الشيء اللي نعرفوه كانت نظن مشاكل كبيرة وعديدة كانت تقدر تقصف بمستقبل النادي، لكن نظن بعد رجوع الفريق من تونس وتولينا المهمة اللاعبين أدوا ما عليهم يعني باحترافية كبيرة صراحة. العمل الجاد اللي راهم يقوموا به يعني من بعد الله سبحانه وتعالى أكيد التوفيق من عنده، ولكن جهد ما راحش هكذاك تاع اللاعبين خلال الفترة اللي بعد التحضيرات. أكيد تغيير الإدارة أيضا هو أيضا حل من الحلول اللي كان خلى الاستقرار نوعا ما في الفريق، والحمد لله اليوم رانا نجني على الأقل يعني لا نستبق الأحداث، ولكن 4 انتصارات يعني ممكن أي فريق يقدر يقوم بها. أكيد لعبنا ضد شبيبة القبائل خارج الميدان وفزنا، نادي بارادو فريقين قويين وعندهم يعني وزنهم في البطولة الوطنية، يعني أنه الفريق أكيد عنده شخصية وكون شخصية قوية أنه يقدر يفوز في أي ملعب خارج ميدانه، وإحنا لازم العمل يبقى متواصل يعني نظن ما نحبسوش إلى هذا الحد. تكلم على الطموح، الطموح يزداد بطبيعة الحال عند المناصرة وحتى عند المسير. إحنا نقول نسير مباراة بمباراة والعمل دائما يبقى متواصل إن شاء الله. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.